بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم يا شباب في الفيديو الثاني من شابتر 2 الخاص بالفاينانشال ستيتمنتس اند اناليسيس. هنكمل ان شاء الله اللي بدأناه مع بعض. احنا الفيديو اللي فات اتكلمنا هو ليه الفاينانشال ستيتمنتس مهمه بالنسبه للفاينانشال مانجر، وبدأنا نقول ان في عندنا تو ميجر فاينانشال ستيتمنتس فيري امبورتنت تو فاينانشال مانجر، to know how to read it and to know how to analyze it. هم عبارة عن الـ income statement والـ balance sheet. الفيديو اللي فات شرحنا بالتفصيل الـ income statement. الفيديو ده إن شاء الله هنشرح بالتفصيل الـ balance sheet. الـ balance sheet يا شباب على عكس الـ income statement. الـ income statement كانت بتقول لنا اللي حصل في الشركة خلال مدة معينة. لا، البالانس شيت بقى مش بتعمل كده. البالانس شيت بتقول ايه اللي الشركة بتمتلكه في وقت معين في نقطة معينة، واللي بتمتلكه ده جابته من فين. هقول تاني، البالانس شيت هي عبارة عن قائمة. القائمة دي بتعمل ملخص للوضع بتاع الشركة في وقت معين. لذلك يا شباب تعالى نفهم مع بعض ونشوف مكتوب ايه كده في الديفينيشن بتاعها. بتقول The balance sheet presents a summary of a firm financial position at a given point in time. شايفين كده يا شباب؟ شايفين at a given point in time. A snapshot of the firm financial position. Snapshot لقطة. Usually the end of year or quarter. البالانس شيت يا شباب عبارة عن بتلخص انا عندي ايه. ينفع اجي اقول لحضرتك انت معاك كام السنه دي؟ مش لوجيك، صح كده؟ ليه؟ اللي معاك النهارده، لما اقول لك معاك كام يعني فلوس الكاش، الكاش اللي معاك النهارده غير الكاش اللي معاك امبارح غير الكاش اللي معاك بكره ان شاء الله. يبقى كده الكاش معانا بيتغير يوم بيوم. علشان كده البالانس شيت بتحكي قصه او بتقول لنا سامري للي بتمتلكه الشركه، والمكان اللي جايب او السورس اوف فاينانس او المصادر اللي بتمتلكه الشركه دي اسمها اسيتس، وجايب الاسيتس دي من فين. دي اللي هو الايكويتي او اللايبيلتي. يبقى احنا النهارده البالانس شيت بريزنت سامري اوف ا فيرم فاينانشال بوزيشن ات ا جيفن بوينت ان تايم، a snapshot of the firm financial position usually the end of year at quarter. نفس الفكرة، احنا في الانكم ستيتمنت قلنا ممكن الطبيعي ان بنعملها annually. هنا الطبيعي برضو ان بطلع البالانس شيت once a year، بطلعها اخر السنة at the end of year، لكن ممكن اطلعها quarterly، ممكن اطلعها daily لو انا عايز. اتفقنا الشباب؟ يا شباب الكلام ده جدا بقى سهل بعد بقى في information system accounting information system. بكليك واحدة بقدر اطبع الكلام ده، خاصة ان انا النهارده كفاينانشال مانجر محتاج اخد قرارات. قرارات دي محتاج ان هي تكون updated، تكون يعني depends on updated financial data. فبالتالي هعتمد دايما على balance sheet، maybe يكون quarterly maybe يكون yearly maybe يكون monthly حسب ما انا اللي انا عايزه. بس انا عايز اتكلم ان البالانس شيت زي ما اتفقنا هي بتبقى لقطه في يوم معين. طيب احنا قلنا في الانكم ستيتمنت يا شباب، الانكم ستيتمنت قلنا ان هي عباره عن المعادله بتاعتها عباره عن ان انا ببدا بالريفينيو ماينس الاكسبنسز بيدينا البروفيت. طب البالانس شيت بقى المعادله بتاعتها عباره عن ايه؟ عباره عن اسيتس في ناحيه، والناحيه الثانيه ايكويتي ولايبيلتي. الكلام ده انتوا خدتوه كويس في الاكاونتنج، انا بس بعيده. يعني ايه تاني يا شباب؟ يعني النهارده لما اجي اسالك اقول لك يا فلان انت دلوقتي ايه اللي بتمتلكه انتوا كاسره؟ هتقول والله انا كاسرتي والدي عنده عربيه بنص مليون جنيه ب 500,000 جنيه، وعندنا شقه بمليون جنيه، وعندنا فلوس في البنك بنص مليون جنيه. يبقى انا كده انت حضرتك حكيت لي عن الاسيتس بتاعتك. الاسيتس بتاعتك 2 مليون. فاقول لك دي كده ناحيه، لازم الناحيه الثانيه تقول لي انت جبتها من فين. جبتها من فين دي عندنا في الاكاونتنج وفي الفاينانس تو سورس اوف فاينانسنج، يا اما ايكويتي الفلوس دي تقول لي دي بتاعتي انا راس مالي العربيه وجزء من فلوس في البنك ده راس مالي ايكويتي، وفي
مثلا على سبيل المثال هتقول لي فور اكزامبل مثلا انا في مليون ونص ايكويتي وفي نص مليون عبارة عن قرض. القرض ده عندنا بنسميه في الاكاونتنج وفي المانجمنت وفي الفاينانشال مانجمنت بنسميه لايبيلتي. فبالتالي الانكم البالانس شيت في الحالة بتاعتك دي اللي احنا بنحكيها عن الأسرة بتاعتك هي عبارة عن جزء فيه اسيتس اللي هو عبارة عن العربية اللي بنص مليون والشقة اللي بمليون والكاش اللي بنص مليون، والناحية التانية لازم يحصل منهم بالانس عشان كده اسمها بالانس. بتقول الاتنين مليون جنيه دول تجيبهم من فين؟ فعبارة عن مليون ونص ايكوتي ونص ايه لايبيلتي. لازم الاتنين يحصلوا بالانس. اكيد انتوا فاكرين في الاكاونتنج لما كنتوا بتذاكروا وكنتوا بتحلوا لازم يبقى بالنسبة لك كده يعني تيست بوينت انك توصل في الاخر خالص كان عندك حصل توازن الاسيتس طلعت تساوي الايكويتي واللايبيلتي ولا لا. الاسيتس معناها ايه؟ الاسيتس انديكيت وات ذا فيرم اونز. الايكويتي ريبريزنت ذا اونر انفستمنت، صح كده؟ اللايبيلتي انديكيت وات ذا فيرم هاز بورد. يبقى الاسيتس وات ذا فيرم اونز ما تمتلك الشركه بنسميها بالعربي الاصول. equity represents the owner investment بنسميها بالعربي حقوق الملكيه، الفلوس اللي انت مستثمرها في الشركه بتاعتك انت. liability indicate what the firm has borrowed، الفلوس اللي انت ايه مستلفها. اوكي، ولازم الاسيتس تساوي equity وliability. يعني النهارده يا شباب لو انا مثلا بسال بقول لحضرتك ان انت النهارده على سبيل المثال في المثال بتاع الاسره بتاعتك اللي هنتكلم عليها اللي انا قلت اسيتس عندك ب 2 مليون، وفتيجي تقول لي وعلى فكره انا كل القروض اللي عليا 400 الف بس، يعني اللايبيلتي بتاعتك 400,000. على طول من غير ما اسالك السؤال اللي بعديه انا عرفت ان الايكويتي بتاعتك 1,600,000، صح كده؟ مليون و600. ليه؟ لان انت قلت لي اللايبيلتي 400,000 والاسيتس بتاعتك ب 2 مليون، يبقى لازم اللي متبقي يكون انت جايبه من ايه؟ من ايكويتي. زي ما عملنا في الانكم ستيتمنت ان احنا خدنا مثال، تعالوا ناخد مثال برضو علشان لما يطلع لنا اي في اي وقت بالانس شيت اعرف اقراها كويس. البالانس شيت يا شباب بالشكل ده مكتوب فوق اهو اسم الشركه اللي احنا شغالين عليها، ألدن مانيفاكتشرنج كمباني بالانس شيت ان ساوزند. نفس الفكره احنا علقنا على كلمه ان ساوزند دي معناها ايه. ملاحظين يا شباب مكتوب هنا ايه؟ مارش 31. شايفين من كان مكتوب فور ذا يير اندد ان كذا في الانكم ستيتمنت. في البالانس شيت بيقول لك ايه؟ يوم 31 مارس 2022 ده اللي عندنا، ويوم او 2012 ده اللي عندنا، ويوم 31 مارس 2011 ده اللي عندنا في يوم معين. يوم 30 مارس كان عندنا الارقام دي قد تكون مختلفه، يوم 1 ابريل الارقام دي قد تكون مختلفه. بالتالي دي اول نقطه عايزين نتكلم عليها، ان show how company stand on a given date اتكلمنا عليها، وقلنا ان الاسيتس what Alden owned، الشركه دي what owned. قلنا ان الاكونت ريسيبل خدناها في الاكونتنج زمان. اكونت ريسيبل معناها يا شباب amounts owed to company by customers، الفلوس اللي ليك بره، الفلوس اللي للشركه بره. يعني الشركه باعت مثلا بضاعه، البضاعة دي لسه فلوسها ما تسددتش فبنسميه account receivable. لو انت بتتلخبط فيها account receivable فلوس انا لسه ه receive it، ف account I receive it in the future. اوكي، بعد كده ال inventory at lower of cost or market اللي هو يا شباب ال inventory ده اللي هو المخزون بتاعنا، سواء raw material سواء work in process سواء finished goods. ال inventory اللي انا بمتلكه at lower of cost or market دي الاسلوب اللي تم بيه evaluation للانفنتوري. ما تهمنيش دي حاجة الناس الاكاونتنتس هم اللي بيهتموا بيها، المهم انا عارف دلوقتي ان انا عندي انفنتوري، ان الشركة تمتلك مخزون سواء raw material او work in process او finished goods 1,329,000. اوكي، ده الانفنتوري اللي عندي، صح كده؟ ده المخزون اللي عندي. طيب عندي ايه تاني في الاسيتس؟ عندي حاجه اسمها prepaid expenses. prepaid expenses future expense items زي مثلا insurance premium for example مثلا that have already been paid. يعني ايه يا شباب؟ يعني expenses دي كانت علي مثلا على سبيل المثال المفروض هدفع ضرائب مثلا لمده مثلا السنه في نهايه العام مثلا
او ضرائب مثلا، او بدفع انشورنس السنه كامله، هستفيد منه بالسنه مثلا على سبيل المثال وليكن 3 سنين مثلا، هدفع انشورنس 3 سنين. فجيت دفعته اول سنه، دفعته اول سنه، لما دفعته اول سنه فانا يعتبر انا دافع الانشورنس اللي دافعه مقدم لسنتين قدام، فعشان كده بعتبره ان هو ايه بري بيد اكسبنسز، دي يعني ايه اكسبنس انا دفعتها مقدما، خلاص تعتبر اسيتس عندك، تعتبر اسيتس عندك. طيب عندنا ايه تاني يا شباب؟ عندنا حاجه اسمها اللي هي هنا 6 دي accumulated tax prepayment current assets، نفس الفكره برضو accumulated tax prepayment current، نفس الفكره ان هي cash and items likely convertible to cash within 1 year. يعني ايه يا شباب؟ سوري يا شباب معلش انا اسف جدا، هنا انا اتلخبط، انا هنا 6 دي على current assets. current assets هو عباره عن مجموع الكلام ده كله. لو انتوا لاحظتوا يا شباب هتلاقوا كل الاسيتس دي من اول الكاش والاكونت ريسيبل والانفنتوري والبريبيد اكسبنسز حتى الاكيوميليتد تاكس بري بيمنت، نفس الكلام على فكره. الاكيوميليتد تاكس بري بيمنت نفس زي البريبيد اكسبنسز، هي تاكسس دفعتها ايه؟ دفعتها مقدمه. كل الحاجات دي يا شباب هي عباره عن اسيتس كارنت، يعني اسيتس متداوله، يعني اسيتس سهل ان احولها الكاش within 1 year. فبالتالي كل الحاجات اللي فاتت دي مجموعها 2,241,000. هقول تاني، اول حاجه يا جماعه بنتكلم فيها في الاسيتس، اول تقسيمه للاسيتس اني باخد بجمع الاسيتس اللي هي could be converted to cash within 1 year، ممكن احولها الكاش في سنه او اقل من سنه. زي ايه؟ زي الكاش اللي هو اصلا متحول كاش لوحده، زي الاكونت شاب والفلوس هتترد لي قريب في اقل من سنه، زي الانفنتوري ممكن ابيعه ويتحول بسرعه الكاش، بري بيد اكسبنسز اوريدي اكسبنسز هي اصلا هي ديو اصلا خلال السنه دي وانا دافعها اصلا قبلها، فبالتالي تعتبر بتتحول لكاش كل ما بقرب من المده بتاعتها. كل الكلام ده يا شباب بسميه مجموعه، بجمع ده بلس ده بلس ده بيديني الكرنت اسيتس، مجموع الكرنت اسيتس. اوكي، دي اول نقطه في الاسيتس. بعد كده بعد ما اتكلمت على الكرنت اسيتس هتكلم على الفيكسد اسيتس. ايه بقى الاسيتس الفيكسد اللي موجوده؟ فعلى سبيل المثال اتكلم اول حاجه، اقول فيكسد اسيتس ات كوست الاوريجينال اماونت بيد فور لاند بيلدينج اند اكويبمنت موجوده عندي 1,596,000. دي الفيكسد اسيتس اللي عندي، زي شباب العربيات، كارز، فيرنيتشر، لاند، بيلدينج، اكويبمنت، زي ما مكتوب كده قدام حضراتكم، دي كلها فيكسد اسيتس. لو انتم ملاحظين يا شباب فيكسد اسيتس دي صعب ان انا احولها لكاش بسهوله. يعني لو احنا بنتكلم عن شركه فودافون، المبنى بتاع فودافون ده اللي في المعادي ده موجود عندهم في البالانس شيت ان هو ايه؟ ان هو عباره عن فيكسد اسيتس. لو النهارده مثلا على سبيل المثال فودافون محتاجه كاش within 1 month، هتقول انا هبيع المبنى بتاعي او هبيع جزء من الفرنتشر اللي عندي؟ لا طبعا، هي بتبقى دايما هنشوف مع بعض قدام الشورت تيرم اوبليجيشنز اللي بتظهر عندها دي بتحاول هي تغطيها بشورت تيرم كرنت اسيتس، شورت تيرم اسيتس اللي هي الكرنت اسيتس، هنشوف مع بعض الكلام ده قدام. anyway ان انا دلوقتي عندي الاسيتس قسمتها نصين او قسمتها جزئين، current assets could be converted to cash within 1 year و fixed assets مش سهل تتحول لكاش. اوكي، دي كانت fixed asset. ال fixed asset بشيل منها حاجة اسمها depreciation، حاجة اسمها اهلاك. depreciation اكيد درستوه في الاكاونتنج وفاهمين معناه ايه، يديني net fixed asset. net fixed asset عبارة عن accumulated deduction for wear and tear on fixed assets. يعني نت فيكسد اسيت هو عباره عن الفيكسد اسيتس الاساسيه اللي عندي بعد ما شلت منها، بعد ما شلت منها حاجه بسميها ديبريشيشن اكيوميليتد اكسبنسز. طيب الفيكسد اسيتس دي اللي عندي مع الكرنت اسيتس دي اجمع الاثنين على بعض يدوني توتال اسيتس. التوتال اسيتس هي عباره عن مجموع الكرنت اسيتس زائد الايه الفيكسد اسيتس. اوكي، طيب
كده الـ assets equal liability. طبعا لازم الـ assets دي الرقم ده يطلع لي، طلع لي هنا 3,250,000 من غير ما افكر وهبص لسه على بقيه البالانس شيت. انا متاكد وانتم متاكدين قوي كويس جدا ان هلاقي الناحيه الثانيه اللايبيلتي والايكويتي يساوي نفس الرقم ده. يعني لما اكمل كده هتكلم بعد كده عن اللايبيلتي، هلاقي تحت خالص اهو شير التوتال لايبيلتي اند شير هولدر ايكويتي بيساوي نفس الرقم اللي كان عندي في الايه اهو في الاسيتس. اوكي طيب تعالوا نكمل نشوف يبقى موجود ايه تاني بعد كده. عندنا بقى كده موجود عندي لايبيلتي، خلاص بيبدا يتكلم عن اللايبيلتي. لايبيلتي معناها وات اردن اللي هي الشركه بنشتغل عليها وود. الايكويتي اونر شيب انترست اوف شير هولدر، الفلوس بتاعتي انا بقى. بعد كده الاكونتس بيبل، دي عكس الاكونتس بيبل، دي فلوس على حضرتك هتدفعها قريب. اوكي ديو تو سبلايرز فور جودز اند سيرفيس. اكرود تاكسز برضو عكس الايه ها عكس البري بيد تاكسز. الاكرود تاكسز هي عباره عن تاكسز لسه انت دفعتهاش. اكرود ريفير تو ذا اوبليجيشن انكورد بات بيمنت نوت يت ميد. خلاص في اكرود لايبيلتيز ثانيه زي مثلا unpaid wages, salaries and so on. مجموع كل ده يا شباب هتلاقيه عباره عن current liabilities. current liabilities debts payable within one year. كل الحاجات اللي فوق دي نجمعهم مع بعض نقول دول كلهم عباره عن current liabilities. liabilities due to within one year. زي ما عملنا هناك بعد ما طلعنا الكرنت اسيت بدأنا نتكلم عن الفيكس اسيت، نفس الكلام. الفيكس اسيت اللي هي اللي هي لونج تيرم تعتبر، نفس الكلام هنا، نفس برضو الفكره. بعد ما بخلص اللونج تيرم سوري الشورت تيرم لايبيلتي اللي هي الكرنت لايبيلتي بتكلم بقى على اللونج تيرم ايه اللونج تيرم ديت. بتكلم على اللونج تيرم ديت اللي هي الديت اللي هي ممكن نقول بتبقى مور ذان 1 يير. ديت اللي هي بتبقى more than one year. ديت that need not be paid until after one year. زي البونز فور اكزامبل مثلا، زي السندات. خلاص فلوس سندات انا مستلف من الناس فلوس بس هسددها لهم بعد اكتر من سنه. كل الكلام ده عباره عن liability. عندنا حاجه تاني اسمها equity بقى اللي هي الفلوس بتاعتي. equity دي عباره عن ايه؟ عباره عن common stocks، اسهم عاديه، وشرحنا معناها قبل كده ايه في شابتر 1. عباره عن ريتيند ايرننج. فاكرين يا شباب ريتيند ايرننج اللي احنا خدناه في الانكم ستيتمنت؟ قلنا في الانكم ستيتمنت بعد ما بوزع ديفيدنس بتتبقى فلوس قلت لكم بحوشها عندي في الريتيند ايرننج. وجينا في الانكم ستيتمنت يا شباب قلنا في الاخر خالص الرقم اللي اتبقى لي بعد ما من الايرننج بعد ما دفعت الديفيدنت قلت ايه؟ انكريز ان ريتيند ايرننج، يعني رقم الريتيند ايرننج بتاعي هيزيد برقم معين. اهو الرقم اللي انا المكان اللي بحوش فيه بقى الريتيند ايرننج ده هو هنا. يعني انتوا يا شباب لو انتوا عايزين تربطوا بين الانكم ستيتمنت والبالانس شيت، الزياده اللي هتحصل لي بعد الديفيدنت نت بروفيت، لو انا مثلا على سبيل المثال مثلا هنا عندي مثلا سنه 2021 956,000 وبعد كده 2021 1,000,014. لو انا طرحت ده ماينس ده، لو انا طرحت ده ماينس ده هيطلع لي كام؟ احسبوها كده معايا، احسبوا كده معايا 1,700,000. انا بحسبها مع حضراتكم اهو 1,796. سوري مش لا سوري 1,014,000 معلش 1,014 ماينس 956 اهو ريتيند ايرننج في 2022 ناقص ريتيند ايرننج في 2021 هيديني 85 طبعا بالثاوزندز. لو انا يا شباب رجعت افتكروا الرقم 85 ده، لو انت رجعت لي الانكم ستيتمنت افتكروا طلعنا 85، لو انا رجعت الانكم ستيتمنت هلاقي ايه؟ الانكريز ان ريتيرد ايرننج في 2022 كان كام؟ اهو 58 اهو 58 اهو نفس الرقم اللي قلت لكم. خلاص يبقى الرقم مش عارف انا قلت لكم 58 ولا 85 سوري انا 58. اوكي ال 58 ده هو الانكريز. الرقم ده هو لما انا رحت هناك
في الايكويتي كان عندي 756، فحطيت عليهم 58، فبقى اللي هم كانوا جايين لي من 2022، اللي كانوا جايين لي من 2022 راحوا جولي هنا في الشكل ده. اوكي طيب، هناخد في سؤال جاي قدام هياكد ان احنا فاهمين الجزء ده. يبقى الريتيند ايرننج عباره عن الايرننج ري انفستد ان ذا بزنس كيومولاتيف بروفيت افتر ديفيدند. اوكي اخر حاجه طبعا الايكويتي، اتفقنا ان هي لازم تكون الايكويتي دي عباره عن بتؤكد نفس المعادله بتاعت اللايبيلتي بلس شير هولدر ايكويتي بيساوي اسيتس، الرقم ده واحنا اكدنا منه هناك. يبقى يا جماعه دلوقتي احنا عرفنا ان البالانس شيت ده بمنتهى البساطه، البالانس شيت دي عباره عن جزئين، جزئين كل جزء بيتقسم تاني لجزئين تاني. الجزئين الاولين اسيتس من ناحيه، والناحيه التانيه ايكويتي ولايبيلتي. الاسيتس بقسمها الكرنت اسيتس اللي هي اسيتس كود بي كونفرتد تو كاش وذ كاش وذين 1 يير، وفيكسد اسيتس دي ما بتتحولش الكاش بسهوله. خلاص ده كده كارنت اسيتس وفيكس اسيتس، الاثنين دول طالعين من تحت الاسيتس. الناحيه الثانيه فيها اللايبيلتيز والايكويتي، دي بنقسمها اول حاجه للشورت تيرم لايبيلتي، بعد كده نتكلم عن اللونج تيرم لايبيلتي، بعد كده نحط الايكويتي بتاعتنا. دي منتهى البساطه. طيب هل يا شباب الشكل ده ثابت في كل اي انكم ستيتمنت او بالانس شيت هشوفها؟ مش بالظبط، بس هتلاقيه يشبه له بشكل كبير. يعني ايه؟ كل شركه بيبقى ليها طبيعه مختلفه، فبتلاقي فيه مثلا على سبيل المثال ممكن ما تلاقي شركه مثلا ما فيهاش اكرو تاكسز، مثلا ممكن شركه ما تلاقيش فيها، تلاقي مثلا فيها زي ما في كومن ستوك هتلاقي فيها مثلا بريفيرد ستوك، هنا مثلا كاف سيتي بريفيرد ستوك. ممكن شركه بتيجي الريتيند ايرننج دي بتبقى موجوده هنا، وبعدين في قايمه تاني اصلا تبقى قايمه للريتيند ايرننج لوحدها بتظهر فيها. بس احنا هنا بنهتم بس بالبالانس شيت والانكم ستيتمنت، عشان كده مش جايب لكم سيره القائمتين التانيين اللي احنا المفروض ممكن نتكلم عنهم. anyway يا شباب بتلاقي في اختلافات بسيطه لكن الفكره العامه موجوده عندنا. طب علشان نتاكد من كده تعالوا نعمل مع بعض، بعد ما احنا دلوقتي في شابتر في البارت 1 اتكلمنا عن الانكم ستيتمنت بتاعت الشركه اللي اسمها الدن دي، وايضا هنا اتكلمنا عن البالانس شيت بتاعت شركه الدن، تعالوا نتكلم مع بعض نجيب مثال تاني لشركه تانيه برضو وهميه اسمها بارتريت. ادي بارتريت هنا اول حاجه الانكم ستيتمنت اللي احنا شرحناها لك. احنا هناك كنا بادئين اول حاجه كان مكتوب هناك عندنا النت سيلز، هنا مكتوب ايه يا جماعه؟ سيلز ريفينيو. هي يا دكتور، هي يا فندم، الريفينيو هي النت سيلز. اوكي سيلز ريفينيو شال الكوست اوف جود سولد زي اللي نجم حصل، معك ادانا الجروس بروفيت. بعد كده بدا يشيل الاوبريتنج اكسبنسز، هنا كان حاطط نوع واحد من الاوبريتنج اكسبنسز بس اللي هو جنرال اند ادمنستريتيف اكسبنسز، هنا حط انواع تاني، حط سيلينج اكسبنسز كان هناك حاططها مع الجنرال اند ادمنستريتيف اكسبنسز، هنا حطينا نوع تاني اسمه ليز اكسبنسز. ليز اكسبنسز ده يعني مصروفات حاجه اسمها تأجير تمويلي، من ما نتكلم عليه ان شاء الله في شابتر تاني. ديبريشيشن اكسبنسز ادانا التوتال اوبريتنج اكسبنسز، الرقم ده طرحناه من الجروس بروفيت ادانا الاوبريتنج بروفيت زي بالظبط المساله اللي فاتت اللي احنا كنا هناك مسمينه ايرننج بيفور انترست اند تاكس. طبيعي ما دام الايرننج بيفور الانترست والتاكس يبقى المفروض لسه اطرح الانترست وبعد كده اطرح التاكس، فشلت الانترست ادانا نت بروفيت بيفور تاكس، شلت التاكس ادانا النت بروفيت افتر تاكس اللي هو قلنا عليه اللي هو التاكسبل انكم اللي هو الوعاء الخاضع للضريبه، سوري اللي هو النت بروفيت افتر تاكس بيفور تاكس سوري اللي هو الوعاء الخاضع للضريبه. خلاص هنا علشان هو عنده بريفيرد ستوك فشال منه ليس بريفيرد ستوك ديفيدند، ادانا الايرننج افيلابل فور كومون ستوك هولدر اللي هي الأرباح المتاح توزيعها لأصحاب الأسهم العادية. الأرقام دي لما بقسمها على عدد الأسهم بتوعي اداني الـ earning per share اللي هو ربحية السهم الواحد. زي ما قلت لكم بيبقى فيه زي الـ board of directors بيقعدوا مع بعض وبيقرروا إن كانوا هيعملوا dividends ولا مش هيعملوا dividends. هنا في الحالة بتاعتنا رغم إن كل شير كسبان 2.9 يعني 2.90 دولار، لكن مجلس الإدارة الـ Board of Directors decided to make dividends per share $1.29.
الباقي الشباب هيروح فين؟ ارقام، لو انا طرحت ده من ده وطلبت في هذه الاسهم هيروح فين يا شباب؟ هيروح في، الله ينور عليكم، اللي قال صح، بيروح للريتيند ايرنينج. ده كده انكم ستيتمنت، هتلاقوها مشابهه للي فاتت مع اختلاف حاجات اتضافت حاجات قلت. انا عايز اطمنكم يا شباب ان احنا ان شاء الله في الاناليسيس احنا بنهتم دايما ب الحسابات الرئيسيه. يعني هنهتم مثلا ساعات بالريفينيو اللي هو موجود في اي مكان، او النت سيلز، هنهتم بالجروس بروفيت موجود في كل حته، هنهتم بالاوبريتنج بروفيت، هنهتم بالايرننج بير شير اللي هو موجود في، مش هقول لك مثلا على سبيل المثال محتاجين نعرف الليز اكسبنسز مثلا او السيلينج اكسبنس، لا مش هنستعملهم الحاجات التفصيليه دي بشكل كبير. اوكي طيب تعال نشوف شكل البالانس شيت. نفس الكلام، بدا بالاسيتس، احط الكرنت اسيتس الاول اهو، فيها كاش، فيها ماركتبل سكيورتيز، دي يمكن اضافه شويه. الماركتبل سكيورتيز تو بي سولد اور ريديمد وذين ا يير ايزلي كونفرتد تو كاش ساتش از جوفرمنت بوندز كومون ستوك اور سيرتيفيكت اوف ديبوزيت. يعني عباره عن اوراق شبه الكاش قوي، سهل قوي ان نحول الكاش في اي وقت. اكونت ريسيفبل اخدناها واتكلمنا عنها، انفنتوري اتكلمنا عنه، ده انا كل ده توتال كارنت اسيتس. بعد كده اتكلمنا على الفيكسد اسيت، حطينا هنا كان حاطط الفيكسد اسيت كلها على بعضها، هنا قسمها لاند وبيلدينج. طبعا كمثال فقط يعني، لكن طبيعي ان هو بيقدر، طبيعي ان هو بيبقى يعني كل فيكسد اسيت تبقى معروف بالظبط هي قد ايه. لاند وبيلدينج، ماشينري، فرنتشر، فيكلز، وبعد كده راح شال منها الاكيوميتد ديبريشن بالظبط زي اللي حصل هناك. ادى نت فيكسد اسيتس، جمع النت فيكسد اسيتس مع التوتال كرنت اسيتس، ادانا التوتال اسيتس نفس الرقم. احنا متاكدين احنا نفس الرقم ده هنلاقيه الناحيه الثانيه هنا اهو. فبالتالي بدا الناحيه الثانيه يتكلم اول حاجه على الكرنت لايبيلتيز، وبعد كده يتكلم على اللونج تيرم ديت. الاثنين مع بعض عباره عن التوتال لايبيلتيز. بعد كده اتكلم على الستوك هولدر ايكويتي، هناك زي ما قلت لحضراتكم كان في بس كومن ستوك، هنا كمان اضاف بريفيرد ستوك. وبيد ان كابيتال، بيد ان كابيتال ده بتبقى يعني فلوس الشركه كسبتها لما باعت الاسهم الكومن ستوكس بسعر اعلى من السعر اللي هي كانت عامله بيه الايشنج في الاول. ما تشغلوش بالكم بالموضوع، يعني اعتبروها زي الكومن ستوك مبدئيا، يعني ان هي ايكوتي عندي وخلاص. اوكي ادي الريتند ايرننج زي هناك بالظبط، كل الكلام ده عباره عن توتال ستوك هولدر ايكوتي. لما جمعت التوتال ستوك هولدر ايكوتي مع التوتال لايبيلتي لازم يدينا التوتال لايبيلتي اند ستوك هولدر ايكوتي، ولازم يكون قد الايه؟ قد الاسيتس. اوكي ده منتهى البساطه بارت 2 اللي شرحنا فيه ازاي نقرا بالانس شيت. عايز اطمن حضراتكم ان احنا لما هنيجي نعمل اناليسيس التفاصيل كتيره جدا جدا اللي انت هنا ممكن تكون مش فاهم معناها قوي. يعني ايه يا دكتور بيدين كابيتال؟ انا مش فاهم قوي لسه، يعني ايه اكروالز؟ مش عارف الكلام ده كله. التفاصيل الشديده دي انت مش محتاجها، انا عايزك بس تعرف تقرا بوجه عام، ولو حتى بنسبه 50% تبقى فاهم 50% من القائمه الماليه مؤقتا، هتفهم اكتر لما تيجي ان شاء الله نعمل لها ايه؟ اناليسيس. طب ما تيجوا يا شباب كده قبل ما نقفل الفيديو ده، تعالوا نحاول نحل مع بعض ام سي كيو صغيره كده تفهمنا يعني اكتر الجزء بتاع الريتيند ايرنينج، وفي نفس الوقت برضه بقى عارفين لو حد من حضراتكم هيمتحن معايا في اي مكان يبقى شكل الامتحان عامل ازاي. طيب a corporation had year end 2019 and 2018 returned earning balance of 640,800. اسكريب 2018 كان 640,000، 2019 كان 800,000. ده دي قيمه يا جماعه ايه الريتيند ايرنينج. يعني انا مباشره دلوقتي عارف ان الفرق من الاثنين دول هو اللي كان ظاهر عندي في الانكم ستيتمنت بمنتهى البساطه كده، صح؟ يعني 218 2018 اسف كان عندي 640، 2019 كان عندي 800,000. طيب respectively the firm reported net profit after tax 200 in 2019 the firm paid dividend قد ايه؟ عايز حضراتكم قبل ما اقول الاجابه وقف الفيديو وفكر فيها مع نفسك، وبعد كده شغل الفيديو عشان تشوفني انا بجاوبها ازاي. وقف الفيديو دلوقتي حالا
وبعدين جاوب بعد كده ارجع لي تاني وقف الفيديو. اوكي لو انت حليت دلوقتي ورجعت تعال نشوف احنا هنحلها مع بعض ازاي. احنا هنا شباب شفنا ان الفرق بين ال 800 وال 640 الف كام؟ 160 الف. 160,000 160,000 اتضافوا لتند ايرنينج 160,000. طب هي الشركه اتعامله قد ايه نت بروفيت افتر تاكس؟ عامله 200,000. يبقى الشركه اتعامله نت بروفيت افتر تاكس كان كاتبه في الانكم ستيتمنت ان انا كسبت 200,000 وراحت زودت في البالانس شيت بتاع قيمه الريتند ايرنينج بكام؟ ب 160,000. فهو بيسالها بيقول لك هي دفعت ديفيدنت قد ايه؟ دفعت ديفيدنت الفرق بين 200,000 اللي هي كسبتهم وال 160,000 اللي هي حوشتهم. خدي بالكم المصطلح بيتقال ازاي اهو. ال 200,000 اللي كسبتهم او 200,000 عشان نت بروفيت ناقص ال 160,000 اللي حوشتهم ان هي حوشت زودت الحصاله بتاعتها 160,000 فبقت 200 ناقص 160 يطلع لها 40,000. يبقى النتيجه صح دي. اوكي كده وصلنا لنهايه الفيديو الثاني. بشكر حضراتكم لكل الناس اللي كانت مركزه معايا. ربنا يوفقكم. خلي بالكم يا شباب نفس طريقه الشرح اللي انا بشرح بيها هنا هي اللي بشرح بيها لايف. كل الفرق ان في اللايف انا بعيد الموضوع مره واثنين وثلاثه، انا اللي بعيد بنفسي. حضرتك في الفيديو تقدر برضو انك تعيد بنفسك انت اي نقطه حضرتك ما استوعبتهاش كويس. اعمل بوز وبعد كده رجع المؤشر بتاع الفيديو شويه، اسمع الموضوع تاني ما فهمتهوش، هات ورقه وقلم واعمل اناليسز اللي انا بقوله واكتب علشان تفهم كويس قوي الشابتر ده علشان باذن الله يعني يبقى فيه استفاده قويه من الموضوع. شكرا لكم يا شباب واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم اللي هتكلم فيه عن الفاينانشال ريشيوز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.